أستاذ سعد، شفناك لمسنا نقطة بإيمانك بالصبر، هل ترى الصبر علاج أم مسكن فقط؟ يعني حالة تشوفه حالة علاج أو حالة مسكنة؟ لا، أنا لسه قلت للأخت أنه ما عندنا حل ثاني إلا الصبر. يعني مش حاجة متوفرة لدينا نختار أو ما نختار، إحنا ما عندنا حل ثاني إلا الصبر، أنت مضطر للصبر. شكرا. مرحبا. أهلين. كيفك يا سعد؟ بدي اسمع لحالي عيط لك سعد حاف. ولا يهمك. نقرر انه نموت هلأ كجواب للسؤال اللي قطع، دايماً الموت هو قرار ولا ممكن يجي غصب عنا؟ أنا ما بتكلم عن الموت الجسدي. أنا ولا أنا عم بتكلم عن الموت الجسدي. جد القرار عندما تتوقف عن المعرفة، عندما تتوقف عن زي ما قلت قبل كده الدهشة، لما توقف الدهشة عندك وتقرر أنك ما تدور على دهشة أخرى، هذا معناه قررت أنك تموت. بس في دهشات بتملي لك حياتك بتروح، مش أنت اللي بتكون مقرر أنه هي تروح، بتروح لحالها. مضبوط، بتروح لحالها، لكن فيجي لحظات تكون أنت لازم تدور على الدهشة، إما تروح لأماكن جديدة، تقابل ناس جداد، تتعرف على مجتمعات أخرى، قرارك. لكن هي قرار بالحياة بس مش قرار أنه بالموت، يعني قرار بالحياة التجددية الدائمة. أكيد. أو عودة إلى الحياة. أكيد. مرة أخرى. أكيد أكيد. أوكي. بعد سؤال، أدي كل إنسان بالغ between quotation بيشبه الطفل يلي كان فيه هو صغير؟ أنا أحزن على الناس اللي يموت الطفل داخلهم، الطفل اللي ولد بالفطرة، جد أحسن عليهم إنه يموت، لأنه هو هذا اللي يخلي الدهشة سارية المفعول. لما يكبر الطفل الداخلي خلص بتخاف يكبر الطفل. أكيد أكيد بحافظ عليه أكثر ما بحافظ على أي شيء ثاني. أكيد. ما بتحاول تخفيه ولا مطرح بكتاباتك أو بشيء؟ ولا مطرح. ما بتستحي منه ولا مطرح ولا مرة؟ بفتخر وبرفع راسي فيه. أنا عندي سؤال كمان بيتناولك بس من الناحية الأخرى، هو لوحاتك. يعني أنا بحب كتير اللوحات وجماله مثل جمال أحرفك وكلماتك، لكن لاحظت في قاسم مشترك بهذه اللوحات، هو شخصك. شفته هون بكذا كأنه بمراحل تاريخية مختلفة، هو أنت. هل هي أنانية أو هل هي شخص انت بتشوف حالك بشخص المثالي؟ ليش كنت انت الكوما بكل هاللوحات؟ حضرتك جدا مهذب، يمكن بدك تقول الايجو. اذا بدك اوكي، انا ما بعتبرها ايجو، عارف نفسي من انا وعارف ايش اكون، الحمد لله متواضع الى حد الكفايه، يعني وضيع الى حد الكفايه ان انا مرتاح مع حالي، لكن برسم نفسي لانه ما في احد اعرفه اكثر من نفسي، وكل رحلتي إذا كان في الكتابة أو في الرسم هو اكتشاف الذات. أكتشف غيري ليه؟ طب أنا أكتشف نفسي. وحتى لو حضرتك لاحظت في الصور مش دائماً الشكل الجميل أو الكامل، دائماً في أشياء ناقصة فيه، لأنه ما في إنسان كامل ولا أتمنى أكون كامل. مساء الخير. مساء النور. أنا عندي سؤالين. يا أهلا وسهلا. حكيتوا عن الحب والثورة والكل شيء، ما حكيتوا عن الصداقة. عفوا؟ حكيتوا عن كل شيء حب وثورة وكل شيء، بس ما حكيتوا عن شيء اسمه صداقة، وهذه الشغلة اللي بتربط. اوكي، هل تعتقد بعد في شغلة؟ طب اخلص السؤال الاول بعدين نقول السؤال الثاني. هل تعتقد علاقة الحب يجب دائما ان تكون بين رجل وامرأة؟ منشان هيك انا قلت الصداقة. اكيد لا، انا الحب عندي معناه عام، ممكن الحوار اللي حصل بيني وبين أختي خنسة، لا أصدقاء بيتكلموا، بتلاقي الخناقات هذه بين أصدقاء ما بينهم أي علاقة جنسية. طب ليش أوقات بكون الجرح كبير بين صديق وصديقة؟ ممكن بين يكون صديق كبير وممكن يكون صغير، اختلفت الأوجه مش مشكلة، بس علاقات الحب مش شرط تكون بين أو يكون في علاقة بينهم، لا، علاقة صداقة بين يعني بين الواحد وأهله، الواحد وإخوانه، الواحد مع أصحابه، مع الشارع، مع المكان، مع الأشياء، هذه كلها علاقات حب، مش شرط يكون بين رجل ومرأة. السؤال الثاني عن الكتابة. تفضل. أنت اليوم سمعت وجهات النظر كتير، كان كل العالم عم تسألك
شو عندك سؤال انت بداخلك من سألت؟ بسطته؟ كتير بس كتير خلص اوكي مرسي. مساء الخير. اهلين. كتاب حضرتك اسمه قيل وردت، ما الذي قيل لك ما لقيت له رد؟ ما قيل قد قيل، والله يسر عليه. هنا اللي صار في المصفات اللي بقي، اللي في رأيي يستدعي الرد، يمكن أجزاء ثانية تيجي بعده الله أعلم، بس ما وجد في القيل هو اللي مسك في المصفاية عندي. شكرا. سعد، نصك بيوحي بشغلتين يعني استوقفوني. أول شيء يحفز على الاطلاع من خلال أنه أنت أخذت قيل من أماكن كتيرة، وبالردد حسيت كتير قدي أنت عندك طبع حواري، يعني تتحاور مع الكلمة، تتحاور مع النص وترد. بالحياتك الخاصة أنت حواري بامتياز مثل ما أنت بنصك؟ أتمنى. أصلاً بالنسبة لي الموضوع غير كذا تماماً. الموضوع بالنسبة لي أن أنا ليش دائماً المقولة أو القصيدة أو المقال أو القصة تنتهي في نقطة على السطر من وجهة نظر واحدة، لما يكون وجه آخر للمرآة في المكان يرد لك على الموضوع بوجهة نظر غير اللي انت قلت. ليش نحصرها من وجهة نظر واحدة؟ يجب أن يكون هناك حوار في كل الأشياء، ما في شيء لا يستدعي الحوار، كل شيء قابل للحوار يجب أن يكون هناك حوار. جميل جدا الاختلاف، وقبيح جدا هو الخلاف. شكرا. انتهت الأسئلة. طيب، نشكر لكم حضوركم، ونشكر الكاتب روحه وقلمه ولخمساء حسن أدائها، وإلى لقاءات أخرى في رحاب الكلمة ومثارات الجدل، وشكرا.